محترمين، بنتشرف ان عندنا رئيس اسمه محمود الخطيب، الرمز والقدوه والمثل والاسطوره. بنتشرف ان احنا ابناء الفريق مرتجي وابناء صالح سليم وابناء عبد صالح الوحش وابناء كمال حافظ وابناء حسن حمدي وابناء كل واحد جه في النادي الاهلي ده، واخواته واشقاء للاعضاء والناس كلها. يا اخي احنا امبارح قاعدين بنتفرج على الاهلي والنجم اللبناني بنستمتع، وقبلها الاهلي وحريه كوناكري بنستمتع في ماتشات الباسكت وفي ماتشات الفولي وفي ماتشات الهاندبول. شوف شكل العضو كده واحترامه لنفسه واحترامه نادي. احنا بنتشرف ان احنا نعدي من جنب سور النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، وعمر ما حد في الدنيا راهن على النادي الاهلي الا وكسب الرهان. شكرا بقى مع ابراهيم الكفراوي. حاجه اخيره، مبروك مقدمه في الانتخابات. ولا تهم ولا يهمنا ولا حاجه من دي خالص. احنا كلنا الاهلي وراك يا كابتن. الاهلي ورانا واحنا ورا الاهلي، ونتمنى لهم يا رب التوفيق ومبروك.